نعرف ايه تهمتنا. قعدنا فوق تجري فوق ال 12 ساعه، فننده على امين الشرطه نقول له يجيب رئيس المباحث او اي حد مامور عن الاسم نساله، مفيش. لدرجه ما قررنا ان احنا نهتف جوه الاسم علشان نعرف ايه القصه ماشيه ازاي. فهتفنا احنا والناس التانيه اللي موجود عليهم في الزنزانه التانيه، لحد ما رئيس المباحث نزل لنا وبيكلمنا بالراحه وبالذوق. كل ده علشان هدفنا، يعني احنا لو ما عملناش اي حاجه تانيه ولا كان هيعبرنا ولا كان حتى ممكن حتى لو النيابه استدعت لك احنا هيسيبنا. بس حاولنا نجيب نديله فلوس يجيب لنا اكل مش عارف ايه. طبعا بعد محاولات اعطانا الاكل بالعافيه. بس بعديها على الساعه، انا مش فاكر برضو الساعه كام لان ما كانش معانا اي، يعني هو اخدوا الساعات اخدوا التليفون اخدوا كل حاجه تديك ايحاء بالوقت. فاحنا كنا بنعرف الوقت مثلا بالاذان على بعد اذان العشاء تقريبا. ركبنا العربيه ورحنا على